السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي، معاكم علاء عامر. يا رب تكونوا جميعا بخير، كل عام وأنتم بخير يا رب العالمين، ويعد علينا الأيام أعوام مديدة وإحنا بخير والعالم الإسلامي بخير والعالم كله بخير يا رب العالمين. وحشتوني جدا جدا، حبيت كده ان انا اصبح عليكم او بقى امسي عليكم على حسب ما بتسمعوني. النهارده الروتين نزل لكم اهو يوم الوقفه، بس انا كنت بصور فيه بقى لي يومين والله، يعني الحمد لله كده قدرت اجمع لكم داتا حلوه ترجعوا لها او تاخدوا منها فكره حتى ولو واحده بس. بص بقى، انا زي ما شفتوا كده كنت الصبح عندي جيم، نزلت الصبح بدري كان اول حاجه عملتها في اليوم، وروحت جبت شويه طلبات كانت ناقصاني والحمد لله، يعني ايه اشتريتها من تحت كده، حاجات بسيطه جدا من عند الخضري والكلام ده. دخلت عملت الحامل بتاع المطبخ ده، كنت عايزه انضفه، لمعته كده بميه وصابون، بخاخ فيه ميه وصابون مخفف، وبعد كده حطيت السبراي بتاع النمل عليه على طول برده من غير مسح. هوريكم شكل الدواء تحت خالص اول ما هوصل له في الحامل بتاع الحاجات الكيميائيه وكده، هوريه لكم عشان الناس برده اللي لسه مش عارفاه. اهم حاجه بس ان احنا قبل العيد خدوا بالكم من ان في العيد وكده والمحلات بتقفل، وطبعا اجازه العيد السنه دي طويله شويه، فهو تقريبا الاسبوع كده متقفل من اوله لاخره اجازه. فاللي ناقصه حاجه من الخضري من بتاع الفراخ، عشان برضو بتوع الفراخ بيقفلوا، اي حاجه من الحاجات دي هاتوها عشان اسبوع العيد كده، وبالذات الجزارين بيقفلوا كمان بتاع اسبوعين بعد العيد. فناقصك بقى طماطم بصل، الحاجات اللي احنا بنحتاجها في تسويه اللحوم والحاجات بتاعه العيد وكده، هاتيها عشان ما تتلخميش وتلقي في حاجات ناقصاكي وانت بتعملي اكله. طبعا الفته بتحتاج خل، هات لها هاتي ازازه خل خليها عندك في البيت، هاتي صلصه لو انت بتشتري صلصه من جاهزه، هاتي طماطم لو انت ناويه تعملي الطماطم عندك في البيت الصلصه يعني. وطبعا ما تنسيش حاجه السلطه عشان اللحوم والحاجات المشويات والكلام بتاع العيد ده بيحب السلطات جنبيه، هاتي طحينه مثلا لو هتعملي سلطه طحينه جنب مشاوي. يعني شوفي ايه اللي ناقصك في البيت من الحاجات اللي تحت دي او من عند العطار او البقال، هاتيها كده بسرعه النهارده باذن الله، عشان باذن الله يوم العيد كده واسبوع العيد كله يبقى عندك حاجتك في البيت. وكمان لو قدرتي تجيبي الفاكهه بتاعه الاسبوع كله هاتيها، الفاكهه في العيد بتبقى غاليه جدا، هما تقريبا الفكهانيه هما اللي بيبقوا فاتحين في العيد بس، فالحاجه بتبقى غاليه قوي ومضاعف سعرها. فشوفوا بقى كل واحد ناقصه حاجه يجيبها. انا نزلت بعد الجيم على طول دخلت عند الخضر، جبت فلفل اخضر وجبت طماطم وبصل وحاجات كانت ناقصاني كده من عنده، وطلعت على طول. فقلت بقى المع الحاجات دي، كان في حاجات كده تحت معرفش ايه اللي مبقعها، فقلت هلمع الحامل، هو الحاجه الوحيده اللي في المطبخ اللي ما جيتش جنبها في تنظيفات العيد، فاخدته كده في سكتي. وكمان كان في حاجات عايزه انظمها لان في حاجات خلصت فشلتها وحطيت مكانها حاجات تانية وهكذا، يعني الحاجات العاديه جدا. بصوا بقى، احنا طبعا في العيد الكبير ما بنعملش فيه لا كحك ولا بسكوت ولا بتيفور ولا الحاجات بتاعه العيد الصغير ده، فانا دايما بعمل حلويات زي جاتو زي تورته زي اي حاجه من الحاجات دي بقى اللي احنا ايه ممكن نكون هنحتاجها في العيد، بالذات بقى لو جالك ضيوف او حتى من غير ضيوف والله، يعني اعملوها كده في البيت لولادكم، بتبقي محتاجة تحلي بعد اكلة لحمة دسمة. فده اللي ان شاء الله النهاردة هعمله، وهعمل شوية حاجات كده برضو في تنفعني كفطار وعشاء للاطفال، لان الاطفال صعب يصحوا من النوم ياكلوا فتة زي ما احنا هنعمل في العيد والكلام ده، فهعمل لهم شوية معجنات بحيث ان هم برضو يصحوا ان شاء الله يلاقوها، ولينا احنا كمان لو حبينا ان احنا ناخد ريست من اللحمة كده. فهمتوا ازاي؟ ده الجزء بتاع اخر رف خالص في الحامل اهو، حاطه فيه المنظفات والحاجات دي. وعايزه اقول لكم ان بفضل الله يعني اولادي ما هواش كبار قوي ومش صغيرين قوي، فهما في الاخر يعني عايزه اطمنكم هما مدركين جدا، وانا مخوفاهم قوي من الحاجات دي عشان نفسهم، فهم خايفين على نفسهم ووصلهم الاحساس ده، فما تقلقوش محدش بيمد ايده ابدا في الحاجات دي خالص ولا من باب الفضول حتى. ربنا يبارك لي فيكم يا رب، اللي دايما قلقان عليا او على ولادي بيقدم لي نصيحه تهمني او تخص ولادي، ربنا يبارك في عمركم يا رب ولكم بالمثل. ربنا العالم انا بحبكم قد ايه، وبترسموا البسمه على قلبي وعلى وشي كده وانا بشوف اي تعليق من عندكم. ربنا يبارك لكم جميعا، وقد ايه بفرح وبدعي لكم والله العظيم، بقعد ادعي لكم كتير جدا جدا، ربنا يرزق كل واحد فيكم الشيء اللي يحبه واللي يرتاح له، وربنا يرضى عنكم ويرضيكم ويجمعنا باذن الله في الجنه. ده البوكس ده اللي حاطه فيه المنظفات، شفتوا هو ده اسم الدواء اكتوميثرين، بيتجاب من الصيدليه مش بتوع المنظفات، تمام. بس خلاص كده حطيت بقى معايا في كانت الليف بتاع المواعين والحاجات دي، وده البوكس بتاع المناديل اللي على الشمال، وده مسحوق الغسيل، ودي شويه البخاخات اللي بتبقى عندي بجمعهم في المنظم ده، وبس كده خلاص. هي كل حاجتي هنا اهو، كل المنظفات برجع لها لما بكون عايزاها من هنا،
ودي كل فوط ايك واي، وجمعتهم برضو في المنظم ده لسه حطاهم فيه دلوقت، وحطيتهم كده على الحامل ده. بس كده كل حاجة عندي بقت تمام. جيت بقى هنا قلت اعمل الاكل عشان يبقى عندي جاهز. انا قطعت بطاطس حلقات، وكان عندي 4 اوراق فراخ متبلينهم في التفريزات بتاعة الشهر، وسايبه البطاطس في ميه طبعا. حضرت كمان الصلصه اللي هستخدمها والسمنه، طبعا هعمل جنبهم رز. يعني في الاخر هعمل صينيه بطاطس بالرز. جالي تعليق امبارح من اروى حبيبه قلبي متابعه القناه، قالت لي يا ريت طريقه البطاطس بالفراخ صينيه. فسبحانك يا رب، انا كنت اصلا يعني وانا بقول لها من عينيا في التعليق كنت خلاص عاملاها. يعني ربنا يبارك لكم كده، يعني حاسين بيا تقريبا مش عارفه. المهم بقى انا حطيت الفراخ تتشوح في معلقه سمنه كده في الجريل، وقفلت عليها تاخد لون حلو. انا مش هدخلها الفرن بصراحه لاني هشتغل في الفرن النهارده كتير قوي، فمش عايزه اسحمه، فهمتوا ازاي؟ فاديتها اللون ده كانها ايه، دخلت الفرن وخدت لون من على الوش. البطاطس نزلتها وهشيل الفراخ كده واحط البطاطس من تحت، هي كمان تاخد لون كانها برضو ده نزلت تحت الشوايه. عايزه اقول لكم ان انا نسيت خالص احط بصل في الاكله. هي المفروض بقى هنا تقومي قطعي حلقات بصل ومنزلاها مع الفراخ، بس كده كده الفراخ دي متبله ببصل، فما زعلتش قوي ان انا نسيت الموضوع ده. وقطعت كمان فص ثوم كده حلقات يتشوح معاهم، بيدي طعم حلو جدا. اول ما احس ان البطاطس اتشمعت كده واخدت لون، شايفين ازاي هي كده، خلي بالكم مش ناقصها حاجه غير تسويه بسيطه جدا. والفراخ كمان على فكره ما طولتش معايا في السوى ابدا، لان هي خدت كفايتها على النار على ما خدت لون من هنا ومن هنا. طبعا انا عماله اسرع في الفيديو، في حاجات كده بقصها في النص عشان ما اطولش عليكم، لكن الفراخ كانت استوت 3 ارباع سوا. نزلت عليها برطمان الصلصه ومليته ميه تاني وحطيته عشان يبداوا بقى يستووا مع بعض، وههدي النار خالص وهتبلها ملح وفلفل اسمر وهسيبها. بس الزياده بقى عليها هي حلقات البصل زي ما قلت لكم. بس ده اطمنت ان الاكل الحمد لله على النار. تعالوا بقى نعمل شويه حاجات كده للعيد تنفعنا. انا هنا كان عندي صدور فراخ قطعتها صغير خالص مكعبات كده، وحمرتها مع شويه بصل وملح وفلفل كانهم عصاج لحمه، تمام استووا معايا. عملتها معاكم كتير، ده السوسيس او والله ما عارفه اسمه، اللي هو بيبقى صغير كده، ده انا جايبه منه كميه صغيره قوي هحطه في معجنات. ومحضره جبنه يمكن استخدمها، ومحضره الشوكولاته اللي هي 70% كاكاو اللي هي الدارك بتاعه الشمعدان اللي وريتها لكم الفيديو اللي فات. هبدا اعمل شويه معجنات كده حلوين قوي بثلاث كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات بس حجمهم حلو هيطلعوا معايا كميه حلوه جدا جدا. بصوا بقى انا حطيت هنا كوبايه لبن ونص كوبايه ميه، وهحط معلقه كبيره من الخميره ومعلقتين كبار من السكر ومعلقه مليانه او معلقتين من اللبن البودره، وحطيت كمان معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، رشه الملح ونص كوبايه زيت، وكمان بيضه وبياض بيضه، تمام كده. الصفار ده هشيله على جنب عشان هندهن بيه الوش. هعجن كل الحاجات دي مع بعضها كده، كل ده الحاجات السائلة، وهبدأ بقى عليها احط الدقيق اول ما الفهم كده مع بعض شوية. طيب ال3 كوبايات دول قد ايه بالظبط؟ الكوباية الواحدة 250 جرام، يعني المج الكبير، فهو كده كلهم مع بعض كيلو الا ربع تقريبا من الدقيق. هيطلع معايا 4 اشكال من العجين، انا هشكلهم 4 اشكال عشان نعمل حاجات كده مختلفة ويبقى طعمها وشكلها حلو في الاخر. نزلت العجين من العجان بتاعي، لميته بشوية دقيق صغيرين جدا، وهبدأ بقى أسيبهم يخمروا. أنا هرش بس شوية زيت في البولة وعلى العجينة وهسيبهم يخمروا في الشمس لحد ما يجي ميعاد الأكل. وأول ما ناكل هسهر بقى أنا على المعجنات دي، عشان بصراحة عايزة أعمل منها أشكال حلوة قوي. كنت عاملة معاكم قريب الكرواسون بطريقة كويسة، بس المرة دي بقى هعمل كده كام شكل حلوين قوي قوي هينفعوا جدا جدا، حتى لو مش في العيد بس تقدري تعمليهم في أي وقت. انا هسيبهم بقى يخمروا وغرفت الاكل هنا. الرز والفراخ والبطاطس ما خدتش وقت على النار خالص، 1/3 ساعة وطفيت عليها، وساعه الاكل بصراحه سخنتها، يعني هي ما كانتش جاهزه على الاكل، سخنتها واكلنا. جينا بقى هنا للعجينه، كانت فورت على فكره كتير جدا لاني طولت عليها قوي على ما رجعت لها، فلميتها كده وطلعت بره الطبق وبدات تيجي على جدار الطبق من بره. المهم بقى انا هقسم العجينه بتاعتي دي على 4 قطع، تمام. اللي سألني الفيديو اللي فات او الفيديو بتاع الكرواسون عن المفرش ده، المفرش ده سيليكون من عند بتوع الادوات المنزلية وكده، كنت جايباه بصراحة ب40 جنيه، هو تقريبا سعره دلوقتي في الحدود دي 40 45 50 على حسب المكان اللي بتشتريه منه وعلى حسب ما تلقي سعره، بس هو عملي جدا جدا. بصوا بقى انا اخدت اول كورة معايا من العجين هحاول افردها على قد ما اقدر دايرة، ما جاتش معايا دايره مش مهم، المهم ان هي اقرب شكل للدايره، يعني مش لازم تبقى دايره منتظمه قوي. وبالقطاعه
هبدأ ان انا اقطعها مثلثات كده بالشكل ده، بس انا عايزاها مثلثات صغيرة او رفيعة، لان انا عايزة اعمل ميني كرواسون، مش الميني الميني قوي يعني، ميكرو كمان، حاجة صغيرة جدا قد السوسيساية اللي في ايديا دي، شفتوا ازاي؟ يبقى طرفها يمين وشمال طالع كده، وكمان حجم العجين يكون ايه، رفيع، ما يبقاش تخين قوي، عشان برضو هي لسه بتخمر وكده، فهتلقوا حجمها في الاخر بقى حلو. انا هعمل كمية بالسوسيس ده، وكمية تانية هعملها حلو حلو بالشوكولاتة اللي انا جايباها دي، هي من جوه عبارة عن مكعبات كده او مربعات، بتقطعي منها المربع اللي انت عايزاه بالتقسيمة اللي هم معمول بيها، وبعد كده بتحطي بقى المربع الصغير ده جواها. تقدري تعمليها بقى باي شوكولاتة قابلة للدهن عادي، بس انا حبيت اعملها بحاجة يعني ايه، تكون صحية اكتر. الشوكولاتة دي مرة على فكرة، ما فيهاش نسبة سكر كبيرة، شايفين بقى كده لما بتسيح بتفضل في مكانها ثابتة، ما بتطلعش من الجوانب. انا بمط العجين، بطوله شوية بالنشابة كده، بفرده حاجة بسيطة عشان يبقى طويل واقدر اعمل منه حجم كذا لفة، قصدي في الكرواسون، فهمتوا ازاي؟ الجزء التاني من العجين بقى انا هقسمته تلت وتلتين، جزء صغير وجزء كبير. هاخد الجزء الكبير في صينية بايركس تكون صغيرة، حجمها صغير اللي عندي دي مربعة، دهنتها الاول رشه زيت كده بسيطه، وحفردها كقاعده فيها. انا هنا هعمل فطيره فراخ حلوه جدا جدا، بتتقطع وبتتاكل بعد كده رهيبه بجد، طعمها حلو قوي، تقدروا تعتمدوها في غدا مثلا، بس تكبروا الفطيره بقى. حطيت هنا الفراخ اللي احنا كنا عاملينها زي عصاج، والوش بتاعها اخدت الجزء الصغير من العجينه حاولت افرده مربع على قد ما اقدر، وثبته على وش الصينيه، ولزقت الطرفين كده ببعض، والحمد لله ما فكتش مني خالص خالص يعني. هعمل لها بس خطوط رفيعه قوي امشي عليها كده بالسكينه، بحيث ان هي تعمل لي علامات لما تطلع من الفرن، امشي على نفس العلامات دي واقطعها بقى تقطيعه لحد تحت. كل ده بسيبه يخمر وبشتغل في الجزء الثالث من العجين. الجزء الثالث ده بقى انا هقسمها على اربعه، وكل واحده من الاربعه هقسمها على اتنين، وكل اتنين هقسمهم على اتنين، لحد ما اوصل لكور صغيره جدا جدا، حاجه كده قد عين الجمل. هاخد بقى الكوره اللي قد عين الجمل دي، احاول افردها تبطيطه بسيطه جدا، وهحط فيها حشوه الفراخ، واعملها زي الصره كده، المهم زي ما انتم شايفين كده بالظبط. دي بقى انا هعمل منها زي خليه النحل بس على حاجه صغيره، هعمل منها حلو وحادق برضو. الحلو هيبقى بالشوكولاته والحادق هيبقى بالفراخ. تقدروا بقى تعملوا عصاج لحمه او جبنه او فراخ زي ما انا عامله، او شوكولاته زي ما انا عامله برضو، او تحشوها مربى، شوفوا بقى انتوا عايزين ايه واعملوه، اي حشوه هتنفع معاكم. هخلص انا الكميه كلها، والجزء الرابع والاخير بتاع العجينه هقسمه انا كده على اربعه، وكل واحده هعملها كانها رغيف فينو بس محشي. الفطاير دي برضو حلوة قوي، او السندويتشات دي حلوة قوي، تقدروا برضو تحشوها لحمة مفرومة او خليط من الجبن، او تعملوها حتى سادة وتخمر على نفسها وتستوى، ولما تطلع تفتحوها وتحشوها عادي كأنها زي السندويتش. انا هنا قفلتها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، ما فيهوش اي حاجة اكتر من كده، الحشوة بس بتحطها في نص العجين بالظبط وتقفله. دي الحاجات الصغيرة اللي احنا عملناها، المعجنات، خلية النحل دي الشوكولاتة اللي انا بشاور عليها، ودي الفراخ، وعملت دول السندوتشات اللي قدامكم، وده الكرواسون سواء الحلو او الحادق. دي بقى صفار البيضة، انا حطيت عليهم صفارة كمان، وحطيت شوية زيت عليهم، وهبدأ ان انا ادهن وش كل الحاجات اللي انا عملتها دي. دي الفطيرة الفراخ رشيت عليها سمسم، ودي بعد ما اختمرت دي هتدخل الفرن مع الصينية، ودول برضو هدهنهم وشهم صفار البيض، عليه رشة الزيت اللي احنا حطيناها، معلقة كبيرة كده مليانة، والحاجات الحادقة حطيت عليها سمسم، والحلو بصراحه رشيت عليه شويه سكر. ليه سكر؟ عشان الشوكولاته كانت دارك زي ما قلت لكم، ففيها نسبه مراره شويه، فحبيت احط لها سكر من فوق يحليها، وفي نفس الوقت يميز لي ان دي الحلو والتاني هو الحادق. وحطيت حبه البركه على السندوتشات بتاعه الفراخ دي، بصراحه رهيبه، جربوها وزودوا الكميه لو حابين تعملوها اكتر، هتعجبكم جدا. انا دخلتهم الفرن ما قعدوش غير تلت ساعه تقريبا، على 180 او 200 درجه من تحت بس، وهم احمروا من نفسهم. بصوا دي بقى، دي الفطيره طلعت ازاي، عدت على القطعه بتاعتها اهو، وهتطلع معايا بمنتهى السهوله من الصينيه بتاعتها، وتقدري بقى تحتفظي بيها في اكياس او في علبه كبيره برده مغلفه كويس قوي، او شيليها في الفريزر تنفعك وقت ما تكوني محتاجه فطار، محتاجه عشاء، رايحه تقعدي على البحر، نازله خارجه وعايزه تاخدي اكل للولاد، الحاجات دي بتنفع قوي في الصيف. اعملي في الصيف بالذات العجائن بكميه كبيره،
هتلاقيها نفعتك جدا جدا. طلعي كده من الفريزر هتلاقيها زي الطازة، يا دوب بس تسخن في الميكرويف حاجة بسيطة وهتلاقيها ما شاء الله رهيبة. الفطيرة اهو عدت على تقطعتها كده تاني عشان تبقى متقطعة كويس، ودول انا شلتهم في علبة تبر وير اللي عندي، مدام بسمة هي اللي جايبها لي ربنا يبارك لي فيها. هسيب لكم اللينك بتاع تبر وير وايكو واي الفوط في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. شايفين بقى العلبتين جمال جدا وما شاء الله كمية حلوة قوي قوي. دول بقى انا مش هقفل العلبتين على بعض لان هما كده مش هيجوا على بعض دلوقتي، فتقدري تستخدمي كل واحدة لوحدها. غلفتهم بالستريتش وهسيبهم في التلاجة، هيفضلوا يقعدوا معاكي في التلاجة اسبوع وفي الفريزر اكتر من شهر. كل اللي انت شفتوه ده كان يوم السبت، النهاردة بقى الحد وصحيت الصبح بدري جدا، صحيت الساعة 4 الفجر على فكرة. كنت سايبة الحاجات دي من بالليل على الرخامة، قلت هنايم الولاد واقوم اعمل لها الكيكة، بس عايزه اقول لكم ان انا نمت قبلهم. صحيت بقى الساعه 4 الفجر قلت اشتغل في الحاجه، قلت لا برضو بدري على ان انا اشغل العجان ممكن ازعج حد من الجيران وكده، فاستنيت الساعه تيجي 6 وابتديت اشتغل. البيض انا كنت مطلعاه من قبلها بالليل زي ما قلت لكم، كنت ناوي اشتغل فيه بالليل والله، بس بجد النوم غلبني. وكنت محضره الكيك اللي هو الاسبونش، انا جايباه من دريم، جايباه من اول الشهر في المشتريات بتاعه اول الشهر، بس بصراحه نسيت سعره. هو بيتحط عليه 6 بيضات يكونوا في حرارة المطبخ وكمان نص كوباية مية بس كده. الدقيق بقى اللي جاي مع العلبة دي فيه كل حاجة، الدقيق والسكر والفانيليا والمحسن اللي بيرفع الكيك، يعني هو فيه كل حاجة. يدوب بس انت بتحطي 6 بيضات ونص كوباية مية. المفروض تحطي كل حاجة على بعضها في العجان او في مضرب الكهرباء، لكن انا بصراحة بحب اضرب البيض الاول. اديته ضربة كده بسيطة جدا، وبعد كده بتمشي بالتعليمات اللي هي 2 دقيقة على درجة على سرعة قليلة و6 دقايق على سرعة مرتفعة لحد ما تبقى بيضة بالقوام اللي انت شفتوه ده، بتبقى هشة جدا جدا ولونها ابيض فاتح قوي. النهاردة انا هستخدم صينية مقاس 22، هي المفروض تستخدمي 24 بس انا بحب الكيكة عالية. طيب الصينية اللي عندي دي مش قد كده لان هي قديمة قوي، هي من النوع اللي بيتفتح ويتقفل، وده اسهل حاجة بالنسبة لي في الكيك. غلفت القاعدة بتاعتها بورقة زبدة زي ما شفتوا كده، قطعت الزيادات من على الطرف من بره، ورشيت على الجدران رشة زيت برضو عشان احط عليها ورقة الزبدة تعلى معايا كده. الصينية جدارها مش عالي قوي، فورقة الزبدة هنا بتعمل كأنها بقيت جدار الصينية، فالكيكة لو عليت تلقي حاجة تتسند عليها. فهمتوا ازاي؟ نزلت بقى الخليط، ما شاء الله هو كميته كبيرة قوي وقوامه مظبوط قوي قوي، اول ما تلاقيه بيض افتح معاكي كده وبقى فومي قوي تعرفي ان كده بقت تمام. اهم حاجة بقى انك تفتحي الفرن قبل ما تشتغلي في الكيكة. انا عملت كده عشان الفرن يسخن كويس قوي، وسبته يسخن فعلا ودخلتها، قعدت معايا 40 دقيقة جوه الفرن، 40 دقيقة بالظبط. فتحت عليها بعد اول نص ساعة اختبرتها لقيتها محتاجة لسه 10 دقايق، فسبتها العشر دقايق بتوعها لحد ما استوت. هعمل نوع تاني من الكيكات بس المرة دي بقى هعمله جاتوه. انا السنة اللي فاتت عملت جاتوه العادي خالص، السنة دي حبيت اغير هعمل سويس رول وتورت. تمام كده، هسيب لكم برضو الفيديو بتاع السنه اللي فاتت يمكن يعجبكم في صندوق الوصف. اللي معايا ده ربع كيلو من دقيق الاسبونج بس اللي بالكاكاو او بالشوكولاته، معايا 3 بيضات، معايا فانيليا، ربع كوبايه ميه، معلقه كبيره من الخل، ومعلقتين كبار من الزيت. الاسبونج ده اسبونج سايب من عند العطار، بيتباع عند العطار وعند بتوع مستلزمات الحلواني، بس انا جبته من عند العطار عادي جدا، ربع كيلو مش نص. الربع كيلو ده هيعمل لي صينيه سويس رول حلوه قوي، جاتوه كده ممتاز قوي قوي. برضو الفكرة ان كل حاجة بتتحط على بعضها، الكيكات او التورتات او الجاتوهات ما بتتعملش معاها زيت، بس انا حطيت المعلقتين الزيت دول عشان يطروا العجينة شوية وعشان هي هتتلف. عارفين انتوا السويس رول محتاج اللفة دي، فاللفة عايزة العجينة او الكيكة طرية، الزيت هو اللي هيدينا الطراوة دي من غير ما تتشقق مني. فحطيت معاها المعلقتين الزيت دول، واول ما اتخلطوا كويس حطيتهم بقى في الصينيه دي مقاس 30 في 40، ده صاج الفرن اللي انا جايباه بتاع الكحك والبتيفور والحاجات بتاعه العيد الفطر دي. حطيت فيه ورقه زبده بس وحطيت فيه الخليط، وزعته كويس ودخلته الفرن وهو سخن مطرح الكيكه، قعد 14 دقيقه بالظبط او يمكن 15. التورته لما طلعت من الفرن او الكيكه الكبيره سبتها تبرد، وقلت في الوقت ده بقى هستغل اعمل الكريم شانتيه عشان يسيبه ينسقع في التلاجة شوية. انا هنا محضرة كوباية لربع من السكر، ومحضرة كمان كوباية كبيرة وربع من الكريم شانتيه، تمام، الخام الغير محلى، ومحضرة كمان كوباية وربع من المية الساقعة المتلجة، وهحط على الكريم شانتيه معلقتين كبار كده من اللبن البودرة. لو انت حابة تشتغلي بلبن حليب عادي من غير بودرة مفيش مشكلة خالص. هحط بقى كل ده
في العجان او في المضرب الكهرباء او اي حاجه بتضرب كويس، ولحد ما اوصل للخليط يكون التقيل بتاع الكريمه. انا ما بضيفش الميه كلها مره واحده عشان ما الاقيش الكريمه خفت مني فجاه. فاول ما الاقي الكريمه اخدت القوام المناسب لا خفيف ولا تقيل قوي قوي، خلاص كده هي كفايه عليها، وبغلفها وبشيلها في التلاجة زي ما شفته. بالنسبه بقى للكيكه، انا بعد ما طلعتها من الفرن بصراحه سبتها تبرد حاجه بسيطه على نفسها، وابتديت اشيل منها ورق الزبده. شايفين ارتفاعها ما شاء الله رهيبه، هي في حته كده طالعه بكتف كده، بس مش مهم، كل ده بيتعدل وبيتشال والسكينه بتداري كل ده. هي من ارتفاعها ما شاء الله انا حاسبها يعني هقطعها على 3، هي ممكن تتقطع على 4 على فكرة، بس انا حبيت ان الطبقة الواحدة بتاعة الكيك تبقى عالية، ما تبقاش حاجة بسيطة قوي او رقيقة قوي من الكيك، لا حبيتها تبقى عالية شوية. فانا قطعتها على 3 وما شاء الله من جوه مستوية، اختبرتها بخلة الاسنان كذا مرة بعد ما عدى عليها 40 دقيقة، لقيتها ما شاء الله استوت وجميلة جدا. بس عايزة اقول لكم نصيحة صغيرة، الكيكات او الاسبونج بتاع التورتات لازم يتعمل قبلها بيوم، يعني تسويها قبلها بيوم وتبدأي تشتغلي فيها تاني يوم، تكون ارتاحت وهدت وبردت تماما عشان ما تفرولش معاكي زي كده، فهمتوا؟ بس طبعا عشان الوقت ضيق وعيد وبتاع، انا حبيت ان انا اخلي اخر يومين كده او يوم الوقفة استجمام بصراحة، فقلت اخلص كل اللي ورايا قبل الوقفة، وعشان طبعا نستغل اليوم ده في الدعاء كتير جدا جدا بإذن الله. الدعاء ده في اليوم ده مستجاب بإذن الله. انا شلت الوش بتاع الطبقة التالتة عشان هو مش متساوي، وكده بقى عندي 3 طبقات ما شاء الله حجمهم تحفة، يعني تيالي الحلوانية ما بيعملوش ال3 طبقات العاليين قوي دول. هنا هعمل نوع كريم تانية اللي هو اللي بالفراولة بتاع دريم بقى، انا بصراحة ما لقيتش منها غير دريم، جبت باكوين عشان يعملوا معايا كمية كويسة، وحطيت عليهم كوباية كده مش مليانة قوي من المية بتلج برضو، وضربتهم عادي زي الكريم شانتيه عادي خالص. بس الفكرة ان ده محلى بقى. السويس رول برضو بعد ما استوى معايا بصوا طلعته بحاله كده بورقة الزبدة، قلبته على ورقة زبدة تانية اكبر، وهفك منه ورق الزبدة بتاعها بس مش هرميه، انا هغلف السويس رول وهو سخن حالا بورقة الزبدة، يعني انا جايباه من الفرن دلوقتي طازة فعلا، ما سبتهوش يبرد ثانية واحدة، من الباب الفرن على الرخامة لفيته كده وهو سخن عشان يفضل محتفظ باللفة دي، ما يغلبنيش لما يبرد ممكن يشقق ممكن يتقطع، فهو سخن كده ما شاء الله بيطلع ناجح جدا. الفكره بقى ان انا غلفت بورق زبده تاني عشان احكم كده اغلاقه ويبقى عامل زي البونبونيه المتغلفه ويحتفظ بشكله اكتر، يسيبه يبرد خالص خالص على نفسه، يعني هو جوه الفوطه كده لازم يبرد، يقعد له كده بتاع ساعتين وافتحي عليه المروحه او التكييف او تدخليه التلاجة، حتى بلاش الفريزر دخليه التلاجة. هنا في الوقت ده الكريمه كانت خلصت كمان، انا سبتها من ايديا لما لقيت ان السويس رول خلص من الفرن، فرجعت لها تاني دخلتها التلاجة. بصوا بقى بعد 3 ساعات كده لما الكيكات بتاعتي بردت تماما، انا عندي هنا القاعده دي بتاعه تورته قبل كده كنت شارياها فمحتفظه بيها، نضفتها بس وشلتها فهتنفعني جدا مع التورته دي، حطيت بس في القاعده حته من الكريمه اللي انا هشتغل بيها، وحطيت اول طبقه في الارضيه، وده كاكاو عادي خالص عاملاه على ايديا، ميه بكاكاو بشويه سكر، قلبتهم مع بعض وسقيت بيهم الكيك، ودي الكريم شانتيه اللي احنا ضربناه في الاول، هبدا اوزع منه طبقه. ليه انا بحط الكريمه بالقمع او بكيس الحلواني؟ عشان يديني ارتفاع في الكيك، سوري ارتفاع في الكريمه، ما تبقاش طبقه كريمه بسيطه كده مدهونه وخلاص، فهمتوا ازاي؟ عملت نفس الكلام في ال3 طبقات، وهبدا بقى ان انا ادهن الكريمه على كل الجوانب بتاعه الكيك داير ما يدور. طبعا هو ما شاء الله ارتفاعها عالي فهتاخد مني كميه كريمه حلوه، وزي ما قلت لكم انا استخدمت كوبايه وربع من بودره الكريم شانتيه الخام، وعليهم كوبايه الا ربع من السكر، وكوبايه وربع من الميه الساقعه. هحاول على قد ما اقدر ان انا اساوي الكريمه، يعني الموضوع مش فني قوي زي الحلوانيه، بس على الاقل نخلي شكلها يعني كويس مقبول. حطيت بقى وردات كده من الكريمه، وجبت الكريز اللي انا جبته معاكم الروتين اللي فات، كنت غسلاه بقى ومظبطاه، وحطيت بقى كده على كل ورده، حبيت ان هي تبقى ساده كده ما احطش عليها صوص ولا اي حاجه ولا شوكولاته ولا الكلام ده، وكان عندي سبرينكلز اللي هي لونها احمر فحسيتها هتمشي مع الكريز، حطيت بس على الوش كام رشه بسيطه كده يدوا منظر يكسر اللون الابيض بس. اخدتها بقى في المطبخ، انا على فكره كنت شغاله فيها في التكييف عشان ما تسحش مني، وفي الاخر خالص حطيت لها الروزيتات دي وقفلت عليها الغطا بتاع علبه التورته
ممتازة جدا، بتقعد معاكي بقى في التلاجة ومدة كبيرة قوي طول ما هي متغطية. ده بقى الكيك بتاع السويس رول، برضو كان بيبرد بقاله كتير، هو جنب الكيكة كانوا الاتنين قاعدين بتاع 3 ساعات كده بيبردوا. تمام، هفتح بقى التغليفة بتاعتهم وارمي الورق الزيادة بتاع الزبدة. بص بقى لسه محتفظة بشكلها، شايفين ازاي؟ جبت الكريمة اللي انا عاملاها بتاعت الفراولة، قلت هي اللي هتليق بقى مع الشوكولاتة، يعني نكسر اللون كده ما يبقاش كله بكريمة بيضة. وهبدأ ان انا احشي، احاول احشي كويس عشان اللفة تطلع زي ما يقولوا كده ايه، مدملكة، يعني ما تبقاش خفيفة قوي ولا مفرغة من النص ولا الكلام ده. وعايزة اقول لكم كمان انها لو شققت معاكم او اتقطع منها جزء من النص او اي حاجة من الحاجات دي، كل ده ما بيبانش على فكرة، كل ده هيتغطى وكل ده يعني ايه هيتجمل في الاخر، فما تقلقوش ولا تتضايقوا. حاولت كده ان انا ادهنها كلها كريمة بطبقة كويسة وهبدأ الفها، شايفين اتشققت ازاي، بس انا كملت يعني مش هسيبها، وبزق كده بالورقة، والقشرة اللي عليها دي بتتقشر لوحدها من ورقة الزبدة، فده كل ده تمام جدا. اهم حاجة بقى في السويس رول ان هو يتربط تاني كويس ويدخل الفريزر مش التلاجة، بقى هو عايز فريزر عشان تعرفي تقطعيه. اي نوع جاتوه دايما لازم يدخل الفريزر قبل التقطيع، يكون متجمد 100%، السكينة بتمشي فيه احسن كتير ومش هيتبهدل منك ابدا. شفتوا بقى انا غلفته ازاي، خليته يعني اقرص عليه جامد عشان يفضل محتفظ بالشكل من جوه بس، وهدخله الفريزر بقى يسقع لحد ما يجمد تماما تماما، وابدأ اقطع فيه بس مش دلوقتي. بس خلاص كده انا كده خلصت السويس رول. انا بعد ساعتين، بعد ساعتين بالظبط طلعته عشان ادهنه من بره، وهرجعه تاني الفريزر لحد ما يكمل تجميده النهائي. فده الدهان بتاع الكريمه من بره عشان يبقى متزين، وبعد كده بقى هندخله يجمد تماما، نرجعه تاني يجمد، وبعد كده هنطلعه بقى نقطعه ونزوقه ونعمل فيه اللي احنا عايزينه. طول ما هو ماسك نفسه هتعرفي تتصرفي معاه زي ما انت عايزه. رشيت عليه برضو سبرينكلز من الاحمر ده، قلت هيليق عليه بقى، بصراحه ما حبيتش احط حاجات كتير، هي الخامات اللي عندي اشتغلت بيها وكده كله تمام. هدخله بقى الفريزر وهنرجع له تاني بعد ما يجمل، ما يكمل تجميد. جينا بقى بالليل، قلت اخلي الولاد يحطوا لبس العيد بتاعهم كده زي كل عيد، ربنا ما يقطعها عاده ابدا ويعدي علينا الاعياد اعوام عديده يا رب العالمين والعالم كله بخير. كنت جايبه لمروان تيشرت جديد بس، والمسا فستان، بس الكلام ده من شهرين على فكره، اوكازيونات وكده من ديفاكتو، وكانت حاجات مناسبه جدا. لكن بنطلون مروان عنده من قبل كده، والكاب وكل حاجه، وماسه برضو الشنطه دي بتاعتها بقى لها شهر جديده ولا حاجه، بس لبستها كذا مره. وطبعا الخرفان بتاعتهم دي، حطيت بقى هنا الترابيزات بالشكل ده جنب الكنب عشان اعرف احط عليها الحاجه اللي احنا عملناها بقى، وننظم كده مكان حلو. طبعا كل ده هيرجع التلاجه بس عشان يبقى ليه منظر كويس كده وتشوفوا احنا عملنا ايه. وان شاء الله باذن الله اول ما يجي لي ضيوف هطلع لهم كل الحاجات الجميله دي. بصوا بقى السويس رول ده انا بعد ما طلعته مسك خالص وجمد تماما. بصوا حبيت اقطع الطرف بتاعه اليمين والشمال، الاجزاء دي طبعا الولاد واقفين ورايا اكلوها بالالف هنا وشفا، جميله جدا جدا، وزي ما شفتوا كده متماسكه ويعني تحفه. اهم حاجة ان الحاجة تكون متجمدة زي ما اتفقنا كده، اي نوع جاتو بتعمليه لازم يكون متجمد قبل التقطيع. تمام، والسكينة طبعا بعد كل قطعة بتمسحيها بالمنديل زي ما انتوا شفتوا كده. اول حاجة بس وانتي بتقطعي السكينة تكون حامية، تنزلي نازلة واحدة وتقومي سحبة على بره، واخدين بالكم ازاي بالسكينة زي ما انا شغالة كده، نازلة واحدة ما تفضليش رايحة جاية بالسكينة كأنك بتقطعي حتة لحمة، فهمتوا؟ عشان بس ما تتهرولش وتبدأ تتفتفت منك. وطبعا الزواق بتاعها ده كله على حسب الرغبة، انا قطعتها بميل شوية عشان يبقى فيها شكل جمالي، ممكن تعرضوا القطعة شوية لكن ما ترفعوهاش عشان السويس رول من الحاجات السهل ان هي تتقلب على وشها. بصوا القطعة الاخيرة دي كانت جاية فيها وميلة كده، قلت هقطعها نصين واقسمها بين الولاد برضو، وما شاء الله تحفة. قلت بقى اخلي كل قطعة مثلا في ورق الكب كيك ده، بس حسيت ان شكلها مش لطيف قوي فما كملتش بقى بصراحة، هي اول واحدة بس اللي حطيتها، الباقي لا. لو كانت الرسمة بتاعتها هادية وبسيطة وابيض مثلا سادة كانت هتبقى احلى، بس هيش زي ما انتوا شايفين بصراحة مش محتاجة تتجمل باي ورق، لان اللفة من جوه شكلها حلو قوي. وكنت مفكرة ان الفراولة مش هيبقى ملاقي في اللون مع الكيك الشوكولاتة، بس في الاخر طلعت جميلة جدا. بقيت الكريمة بتاعتي بقى حطيتها في الكيس الحلواني تاني، وعملت وردة كده فوق كل قطعة بحيث ان انا برضو ايه ازوقها باي حاجة عندي.
انا كنت جايبة من السوبر ماركت اللي عندي في الشارع، لقيت عنده حلويات كده في العلبة دي، كانت مليانة على فكرة، بس هي طعمها حلو قوي، على شكل توت وفيها مزازة كده من جوه، طعمها حلو، عبارة عن سكر، هي حلوة سكر كده بس على شكل التوت، فقلت هتبقى ممكن ماشية، فحطيتها كده مثلا، شبطت بقى ان هي اللي تزوق، فطلعتها تحط بقى هي كل الحاجات دي، وفي الاخر يعني اعملي اللي انت عايزاه، ممكن ما تحطيش حاجة خالص من على الوش، فبراحتك، عندك صوص فراولة مثلا، صوص شوكولاتة، شوفي بقى انتوا الولاد وذوقكم ايه في البيت واعملوه. جاي معاها برضو القطعة دي كأنها في صوص برتقان وكده، حطيتها بس في الصينية كمنظر للجمال يعني، وحطيتها بقى هنا في الترابيزة التانية، والكاسات دي عندي اصلا، قلت بقى ايه اطلع كمان الشوكولاتات اللي احنا كنا شايلينها من العيد اللي فات، عيدنا بيها واكلنا منها، لكن طبعا الكمية كانت كبيرة جدا، فشلتها عشان اسنان الاولاد، وقلت بإذن الله تقضينا العيد الكبير، وفعلا اهي يعني مليت كده، وجبت الحاجات الساقعة دي عشان العيد، وحبيت اوريكم الحاجات اللي انا هلبسها، دي شنطة عندي مش جديدة ولا حاجة، بس ماشية مع الفستان اللي انا جبته، الفستان ده كنت جايباه معاكم برضو تقريبا من شهرين كده، ووريته لكم وانا في ديفاكتو وانا بقيسه واحنا بنشتريه وكل حاجة، بس طبعا بصوا بقى من كتر ما كان في الكيس متكسر جدا، عايز كاوية كويسة قوي. الميزة اللي فيه كمان ان هو واسع وطويل، والكم كمان استك اللي هو يعني مش واسع يجري على ورا والايد تبان وكده، والشنطة ماشية معايا، ودي المعجنات اللي احنا عملناها بقى اليوم اللي قبلها على طول، اهي كنت شايلاها بقى في العلب زي ما شفتوا، طلعت منها كده في الصينية، فانا بوريكم الشكل اللي هيكون عليه بإذن الله الحاجة لما مثلا حد يجيلي يبقى عندي عزومة، يبقى ده الشكل للتقديم. بص بقى الخروفين، حاجة كده جميلة جدا، يا رب كل عام وانتم بخير، وكل عيد وانتم بخير يا رب العالمين، واحنا مع بعض ربنا ينفعنا دايما ببعض، انا بحبكم في الله، ربنا يشهد على كلامي ان شاء الله. لو استفدتم من الفيديو ده تنسونيش في دعوة حلوة من قلوبكم، متنسوش دعائكم في يوم عرفة، تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، لو اول مرة تشوفوني مع الف سلامة.